اهلا بيكم في تاني فقراتنا الحواريه في حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي. والحقيقه الفقره دي احنا نيتنا يعني والنيه خير ان احنا نفتح مع حضراتكم ومع ضيفنا العزيز اللي منورنا كتير من الملفات اللي تهمنا كلنا، سواء المتعلقه بالنادي الاهلي، المتعلقه بالمنتخب المصري، المتعلقه باللقاء المرتقب ان شاء الله السوبر المصري بين الاهلي والزمالك اللي ان شاء الله هتدور فعاليات واحداث يوم الجمعه القادم في استاد هزاع بن زايد، اللي عندنا كلام يعني عايزين برضو نقول لحضراتكم عليه متعلق بالاستاد ومتعلق باسم من اهم أسماء المحببة لقلوب كل الأهلاوية في كل مكان. بس طبعا خلونا في البداية نرحب بيه الأستاذ عبد المنعم فهمي الناقد الرياضي اللي بنسعد دايما بوجوده معانا في البرنامج. صباح الخيرات على حضرتك، أهلا بيك. صباح الخير، بلاش بونجور، بتزعل من بونجور، مش عارف أول ما دخل المسيو معانا بقول له بونجور، قال لي برضه بونجور. طب مالها بونجور والله؟ طب ومالها صباح الخير؟ ومالها بونجور؟ صباح الخير بونجور. اول الاثنين بيعدوا نفس الغرض. صباح الخير بونجور. ما رحناش بعيد، ما رحناش مشكله. صباح الفل. بدانا مبكرا. ها نورنا والله يا فندم. انت كمان. وهنتكلم في تفاصيل كتيره، بس تعالى نبدا بالملف اللي انا وكريم برضو ناقشناه في بدايه الحلقه، هو الحديث عن طبعا استضافه الامارات للمباراه وهذه المباراه المرتقبه، وتقسيم هنا الاستاد ما بين جماهير الاهلي والزمالك زي ما كنا بنقول لحضراتكم، وفكره الاستاد ووشه الحلو على النادي الاهلي واخر مباراه 2016 والاجوال اللي جت طبعا 3-2، ومن اللي احرز هذه الاجوال كابتن مؤمن زكريا اللي كلنا بنعشقه وبنحبه، الرجل اللاعب المحترم حقيقي، اللي بالمناسبه برضو كان كتب تويته كده، خليني اقول لحضراتكم اللي ما يعرفش ان هو كان بيعبر ان هو عايز، اهي قدام حضراتكم على الشاشه، اللي عايز يروح يحضر ماتش السوبر، وكان يعني ابدا ده من خلال يعني تويته زي ما حضراتكم شايفين، عايز اروح، هاتوها لنا هنا يا جماعه، عايز اروح ماتش السوبر، ايه المطلوب؟ ردت عليه بقى شركه برزنتيشن بتويته، وده كان محترم جدا، ولا اي حاجه غير انك تنورنا يوم الجمعه والساعه كذا بتوقيت مصر بتوقيت السعوديه على استاد هزاع بن زايد، يعني امر محترم ورد محترم. صحيح. وسريع في نفس الوقت، فخدنا ذكريات حلوه برضو استاد هزاع، وهو نفسه ليه ذكرى حلوه جدا على فكره في استاد هزاع بن زايد الحقيقه، يعني مؤمن زكريا ملعب تحفه اولا طبعا. احنا عرضناه دلوقتي طبعًا. احنا بنشوف الملعب بحس ان انا يعني في ملاعب اوروبيه، صحيح، بحس ان انا ماتشات دوري ابطال اوروبا او كاس العالم طبعًا. بصراحه شديده يعني الجمهور ده هو هدف مؤمن زكريا على فكره المعلومات اللي عندي بتقول ان هو من افضل الاستادات في العالم، يعني هو طبعًا. بيستضيف فعاليات من افضل الفعاليات الموجوده في العالم، وطبعا الهدف ده اكيد طبعا ذكرياته غاليه جدا عند طبعًا. كل اهلاوي، ومؤمن زكريا في المباراه دي اثبت ان هو فعلا من اللاعبين اللي يقدروا يصنعوا الفارق. كان الهدف ده على ما اعتقد في الدقيقه 69 وهو راح للجمهور وعمل حركه شهيره بتاعته، ومن ساعتها الحركه الشهيره بتاعته دي اصبحت يعني علامه مسجله لكل اللاعبين. وطبعا لما ربنا يعني ابتلاه على فكره المرض ده ابتلاء، ربنا يشفيه وربنا يشفيه ان شاء الله، يعني الناس كلها سندته في الحركه بتاعته، وده شيء طبعا جميل. اسيست كمان منهم. رائع بصراحه. طبعا طبعا اسيست رائع جدا. احنا انا مش شايف قوي، مش فاكر الاسيست كان مين، لكن توقعاتك ايه بقى للماتش الجاي ان شاء الله؟ والله بص، ماتشات الاهلي والزمالك طبعا ممنوعه من توقعات لسه، يعني انا بشوف ماتشات الاهلي والزمالك من السبعينات، من ايام حسن شحاته والخطيب والجيل ده، من وانا صغير طبعا كنت بشوف. لا صعب جدا للاهلي داخل المباراه وهو في قمه معنوياته وقمه الفنيات، تلاقي الاهلي جوه الماتش مش تمام، والعكس كده الزمالك، لكن انت في عندك معطيات بتؤكد ان مثلا الاهلي هيقدم ماتش كويس، الزمالك بيقدم ماتش كويس، الفرقتين على كفتين متساويتين من الامور الفنيه، لكن الاهلي محتاج الفوز اكتر من الزمالك. بس في شويه حاجات برضو ممكن تبقى مصدر، مش هنقول هنقول على الاقل ترقب، يعني انت مثلا عندك كالعاده في ماتشات الاهلي والزمالك بيكون في لقاءات جانبيه موازيه ما بين المدراء الفنيين، فانت عندك المدير الفني لنادي الزمالك مستقر مع فريقه بقاله فتره طويله، عارف بالتالي كل تفاصيلهم، لكن الكيس مش كده بالظبط في حاله المدير الفني الجديد للنادي الاهلي، فهل دي تفصيله تقلق ولا مش شرط؟ لا هي تقلق، شكليا تقلق او نظريا تقلق، لكن عمليا من الممكن المدير الفني بسرعه يعني المباراه دي تكون بدايه لي، يعني تكون بدايه تعارف كبير جدا بالنسبه له، يعني بالنسبه لجماهير النادي الاهلي يعني. لان هو مدير فني، هو مدير فني كويس، واثبت ان هو عنده من الملكات والامكانيات الفنيه اللي تخليه ممكن يكون رقم جيد في المديرين الفنيين للنادي الاهلي، لكن لسه في البدايات، لسه الامور مش تمام، لكن المقارنة دايما ما بينه وبين فايلر هي اللي عاملة الأزمة. فايلر يعني استطرادها بسيطة كده، فايلر
ظهر سريعا مع النادي الاهلي من اول مباراه وثاني مباراه وثالث مباراه، لا لسه برضو مع انها نفس كولر المدرسه فعلا. كولر لسه يعني كولر لسه ما حسش على الـ على الـ على الـ الثقه الكامله من الجمهور، الثقه الكامله من الجمهور ده سياتي من مباراه زي دي طبعا، مطالب انه يكسب. لو كسب الزمالك هيبقى موسم بالنسبه له، بداوا طبعًا بطوله طبعًا. وفي نفس التوقيت الاهلي كان خارج من موسم صعب شويه، بدايه افريقيه دلوقتي جيده، عايزين نبقى بدايه محليه جيده بالظبط. فده اللي هيتيح لكولر او يعني يحاول ان هو ياخد بطوله، لانه بطوله من مباراه واحده، وده تختلف عن ماتشات الدوري، الدوري طبعًا. مختلف تماما، وده هيخليه يجاهد ويخلي لعيبته يجاهدوا، لان هم الناس كلها كانت بتقول ان الاهلي مش في مستواه، الاهلي وبالفعل الاهلي ما كانش في مستواه، خلينا نكون طبيعيين، الاهلي لم يكن في مستواه وخسر الدوري وخسر بطولات كانت مهمه بالنسبه له، لكن لما يدخل الموسم ببطوله ده مهم جدا للاعبين، مهم جدا للمدير الفني. خلينا اقول على نقطه مهمه جدا، اتفضل. اهم نقطه في لاعب الكره الثقه. لما الاهلي او اي فريق يبتدي الموسم بتاعه بثقه وبطوله، ده بيأثر فيه تأثير كبير جدا طول الموسم. بس ده مش على إطلاقه يعني، ممكن هو ليفربول خد بطولة البطولة اسمها البطولة الدرع الخيرية، وليفربول في المركز السابع. ده بترجع للإدارة نفسها، الإدارة الفنية بالنسبة لكولر، اللاعبين نفسهم عايزين إيه. بس هي طبيعي بتدي دفعة معنوية، أكيد بتدي دفعة معنوية، بس أهم حاجة القائد بتاع الفريق كإدارة كمدير فني كلاعبين نفسهم يبقى عندهم الحافزيه او الحافز والدافع عشان يكملوا الموسم بنفس المستوى. الناس كلها بتقول ان الاهلي ما عملش صفقات كبيره او عمل يعني مش كتيره اسف يعني، وعمل ثلاث صفقات وعمل اللي محتاجه لكن في النهايه الاهلي من الممكن ان تكون هذه المباراه نواه لموسم جيد بالنسبه للنادي الاهلي، وفي نفس التوقيت الزمالك برضو عنده نفس الدوافع اللي طبعا. يتأكد ان هو من خلالها ان هو الموسم او نهايه الموسم الماضي بدايتها مثلا بطوله مثلا مع الاهلي او هكذا، لكن في النهايه مباراه الاهلي والزمالك خلينا نقول لا تخضع لاي مقاييس فنيه، لكن تخضع لحاله اللاعبين داخل الملعب وتوفيق المديرين الفنيين. في مدير فني عنده فكر بيستطيع ان هو يقدر يقود لعبته الى 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 الى, إلى الفوز بطريقه او باخرى. الاهلي عنده مدرسه، خلي بالك كولر عنده مدرسه الاستحواذ، فيريرا عنده مدرسه اسيب لك الكوره، فمدرستين مختلفتين تماما. مين يستطيع الفوز؟ ده اللي هتجيب عنده المباراه الساعه 7، وطبعا اكيد جمهور الاهلي بيتمنى فوز النادي الاهلي، وده شيء طبعا اكيد يعني. احنا مع استاد هزاع اهو، جميل بجد زي ما حضراتكم شايفين، اللي ما سافرش او ما شافوش قبل كده. لا انا شفته يعني حاجه لا يعني حاجه فعلا زي ما انت قلت من احلى الاستادات في العالم. لا ده مصنف يا فندم، مش مجرد استاد وخلاص دي يعني، انا ما بتكلمش عليه من عندي وبجامله، لا ده تصنيف فعلا عالمي، استاد مصنف وتصنيف في محله يعني، هو حصل عليه عن جداره واستحقاق طبعا. هم الملاعب هناك بصراحه حاجه مختلفه، لو هي تبقى افتتاحيه حلوه جايبين احمد سعد ويعني في شغل. بصي انا بصراحه لما بشوف الاستاد زي كده بشوف الاجواء زي بغير، هو عندنا كل حاجه، عندنا كل الامكانيات والملكات اللي تخلينا نبقى حتى خدوا احمد سعد من عندنا كمان ما هو كل حاجه خلي بالك كله مصري. واخر على ما اعتقد كان الاهلي بيلعب مع المصري في 2017، كانت شيرين على ما اعتقد في الملعب على ما اعتقد، فعادي جدا هم بيحبوا الفعاليات دي. طبعا انت جايب اهلي وزمالك هتجيبي مين؟ اكيد فنان مصري وجمهور مصري، فهتجيبي فنان مصري هو اللي بيزين اليوم ده، واكيد يوم ان شاء الله يكون يوم جميل ويكون يوم سعيد ويخرج بشكل مختلف غير ودايما المباراه الاخيره. بصراحه انا بصراحه يعني كان في احداث اتمنى ما تتكررش تاني ان شاء الله. هو كنت لسه هقول لحضرتك، هو الحقيقه دايما استاد هزاع بن زايد وشه حلو علينا يعني، قبل كده كسبنا فيه كذا مره ولعبنا مع روما في وقت من الاوقات. هو استاد هزاع خلاص بقى، انما الاستاد الثاني هو المشكله الحمد لله جمهور النادي الاهلي. لا جماهير الاهلي تفائلت خير بهزاع بن زايد، لان البطوله اللي اتخذت. بص انا اقول لك على حاجه، انا ما بحبش ابالغ قوي، انا فرحانه بس مش هبالغ قوي في الفرح، خليها لغايه هنا. هي دي بتبقى عوامل العوامل حلوة. التفاؤل والتشاؤم ده عوامل، بس ما نبالغش، خلينا ايه نقول وشه حلو ونسكت. بص اقول لك على حاجه، انا متفائل. يعني ايه متفائل؟ يعني اتخذ هذا التفاؤل دافع ليا، بمعنى ان لعيبه النادي الاهلي لما يشوف استاد هزاع اللي حصلوا منه على بطوله، وبطوله كانت قويه جدا، فبالنسبه له هو بيستبشر خير في نفس التوقيت، ده بيديله دافعيه نفسيه، والدوافع النفسيه دايما بتدفع الدوافع الفنيه. خلي بالكوا مش كل حاجه ملكات، والشخصيه نفسها مش محتاجه، الامور النفسيه
بتكون يعني من الممكن تؤثر الامور الملكات والامور الفنيه افضل من اي شيء اخر، افضل من التدريب. مش ممكن يعني، هو التدريب مهم يعني، لكن الامور يعني الدكتور لما الواحد بيروح لدكتور اهم عامل في شفاء المريض العامل النفسي طبعا، ده اساسي بالظبط. طبعا ده لعيبه الكوره برضه نفس الحكايه، وده مهم جدا بالنسبه لاي مدرب. احنا نتمنى يبقى فيه بقى كمان يعني معاهم طبيب نفسي او اخصائي نفسي. ده ما فيش في الدوري المصري غير واحد بس موجود في النادي الداخليه، ودي غريبه. لا هو ما فيش، وكان في ايام الاهلي كان في ايام مانويل يعني، بس اتكلمنا في الكلام ده الحلقه اللي فاتت. لكن وبص بنكرره تاني وهنكرره تالت، لان هو لم يتم المعلومه اللي عندي. النادي الوحيد اللي عمل ده هو نادي الداخليه، هو الوحيد اللي عنده طبيب نفسي حتى الان في الدوري المصري. اخصائي نفسي حتى عشان الكلمه يقول لك طبيب نفسي، لا بلاش ومش عارف ايه. ما علينا، ما هو اخصائي اقل من طبيب على ما اعتقد. ولا واحد لا نفس واحد. احنا عشان الكلام يحلو قلنا نفكر حضرتك ونفكر نفسنا ونفكر جميله طبعا جميله بلقاء السوبر ال 22 ده اللي كان في برج العرب. ده طبعا اجاييه ربنا يشفيه، ونفس حركه مؤمن زكريا طبعا هيت طبعا. ده برضه يعني من الماتشات كان المدير الفني ميشو اللي مشي بعد بعد ماتشين ثلاثه، وبعد خساره يعني على ما اعتقد بعد ماتشين ثلاثه. ماتش كان ماتش ممتاز جدا طبعا. ده كان اهم اسباب ان جمهور الاهلي يلتصق بفايلر هو المباراه دي. كان لعب في افريقيا على ما اعتقد، وجاي على المباراه ديت على ما اتذكر. والاهلي في الايام دي كان مين يقدر على الاهلي فعلا؟ وخلي بال حضرتك كان نفس اللعيبه يعني، كان هي نفس اللعيبه، لكن لا مش حكايه فايقين بس. ده مدير فني جاي، المدير الفني اللي جاي مركز ان هو يدير فنيا وفقط، ويدي انطباع للعيبه انه انا جاي لك اخليك من مستوى لمستوى تاني. ده بيفرق جدا مع اللعيبه. هو مش ده المفروض ان اي مدير فني جديد رايح لاي فريق يبقى داخل بس مش شرط يتحقق، مش شرط يتحقق على الارض. بص هو يعني كان عنده شوف الحظ بتاعه او التوفيق سنده ان هو اللعيبه تفوق على معاه. فسبحان الله يعني فايلر انا يعني فعلا هو من المدربين اللي قعدوا قليل في نادي الاهلي، لكن اصبح ده طبعا لعبه الشحات الشهير على ما اعتقد طبعا. بصراحه الواحد مش طب ايه بقى؟ خلاص يا جماعه عشان استاذ عبد المنعم مش عارف يجمع. لا لا خالص، انا بتفرج معاكم والله، مش هعلق، انا بتفرج معاكم. لا انا عايزه واحنا بنتفرج برضه. الشوط الثاني خلينا نقول ان الاهلي في اليوم أكيد. في اليوم ده تراجع شويه والزمالك مسك. هروح لاستاد هزاع مره كمان، وعايزه اتكلم عن فيتوريا. ده ملف مهم جدا. فيتوريا حريص قوي ان هو يروح ويحضر السوبر، وهو قال انا هروح واحضر وهتابع وطبعا هو مش بيحضر بعين المتابع العادي، هو بيحضر بعين مدير فني ومنتخب مصر. فكلمني عن النقطه دي اكتر برضو، وبتقيم سو فار الاحداث او زي ما تقول خطوات اللي فيتوريا بيعملها لحد هذه اللحظه ازاي؟ جيده للغايه، وشايف انها كويس ومتابعه من ارض الملعب، ده شيء كويس. وهو كمان ما كانش عاجبه مواعيد الدوري اللي هو 3 و5 و7، عايز فاصل ما بين المباريات عشان يقدر يروح يتابع كل المباريات. فطبعا قال كلم المسؤولين، فاكيد طبعا مش هيوافقوا له، لانه ده ملتزمين بقرار معين، الماتشات اخرنا الساعه 7، فاكيد هيبقى صعب. لكن ده ياكد لنا ان هو حابب يبقى في الملعب، حابب يبقى يشوف اللعيبه براي العين. رؤي العين مختلفه تماما عن السمع، مختلفه أكيد. تماما عن ان انا اسمع او اشوف تقرير من مدرب مساعد او ترشيحات حد يقول لك. لا هو بيشوف الحاله وبيتابعها، والاستمراريه دي بتخليه يعرف اللاعب ماشي كم الخطوات بتاعته وتطور مستوى اللاعب، ومش هو لوحده اكيد معاه محللين بس. هو بيقيم بعينه مش بيسمع بس، ودي حاجه مهمه جدا. انا بحترمها بصراحه. الجزئيه دي، مهمه جدا ان هو يتابع بعينه، وفي نفس التوقيت اللي شغالين معاه واللي معاه يقولوا له التفاصيل بتاعه الامور البدنيه والامور الذهنيه والامور، لان الحته مش حته فنيه بس، لا ده يبقى التقييم شامل اللاعب، وده اللي يخليه يبقى على مقربه من اللاعبين في نفس التوقيت، يقدر يقيمهم في نفس التوقيت. لما يجي يختار بيختار على اخر مستوى للاعب، يعني ما بيختارش على بالسمعه، بيختارش باختيار سابق وهكذا. من ضمن الحاجات اللي اتقالت في مواضع مختلفه في اوقات مختلفه، فكره اللعيبه المصريين المحترفين، اللعيبه الدوليين اللي بييجوا ينضموا قبل الماتشات بفترات زمنيه مش كبيره قوي مع بقيه زملائهم من اللعيبه المحليين. ناس كتير بتشوف ان اللاعب المصري المحترف في الخارج بيبقى في الخارج بشكل، لكن لما بيجي يشارك مع منتخب مصر بشكل تاني.
في ناس طبعا في المقابل قالت لك ما ده طبيعي جدا ومنطقي، لان بص السكواد اللي معاه في الفريق اللي هو بيلعب فيه بره عامل ازاي والتناغم وبيعايشين مع بعض كل يوم الى اخره، وده مش متحقق في حاله المنتخب. حضرتك بتشوف فعلا ان في اختلاف في مستوى او في اداء اللعيبه المصريين المحترفين في حال انضمامهم للمنتخب؟ وانا لوحدي ده كل الناس شايفه كده. وخلي بال حضرتك انا السؤال ده استفزني سنه 2005 2006، فرحت معسكر المنتخب كان بيستعد لكاس الامم اللي اقيمت في مصر، ورحت قابلت اللعيبه المحترفين اللي كانوا ساعتها احمد حسام بيد واحمد حسن وكل اللعيبه، ورحت لهم قلت لهم على فكره انتوا عندنا بشكل وبره بشكل تاني. هم قالوا لي كل حاجه مختلفه تماما، الملاعب مختلفه، الطريقه مختلفه، بالزبط. الاجواء بالزبط. مختلفه، النجيله مختلفه، الملعب مختلف، الجمهور مختلف، كل حاجه مختلفه. حتى بيقول لي وانا بلعب في الدوري المصري او مع اللعيبه المصريين، كل اللاعب المصري تمريراته كلها عرضيه، تمريراته للخلف، ما فيش تمرير يعني عايز اقول ان كرة قدم كل حاجه مختلفة تماما. دي مشكله يعني، هو بيكون في ليفل عالي فبيحاول يجي طبعا تحت يبقى في ليفل اقل. بنفس المنطق اللي حضرتك تفضلت بيه ده، طب ايه جدوى الاستعانه باللعيب المصري المحترف في الخارج طالما هو بيلعب بره باداء مميز نتيجه ان كل اللي حواليه مميز واحنا لا؟ طب هيعمل ايه؟ يا اما احنا نرتقي لنفس المستوى اللي هو بيلعب، هو ده، هي دي بقى، ما هو ده بيتم دلوقتي الى نفس المستوى بتطوير كره القدم دلوقتي، ده بيتم حاول توصل من خلال الملاعب، من خلال الجمهور، من خلال المدربين المفروض يطوروا في الاداء من الناشئين، الناشئ يطلع بشكل مختلف، يبص للاعب المحترف عامل ازاي لما بيجي مصر. محمد صلاح مع المنتخب، هو محمد صلاح مع ليفربول احمد حجازي، احمد حجازي طبعا مستواه ثابت لانه في دوري قريب مش بعيد يعني، لكن في النهايه اللاعب المحترف لما بيجي مصر قلت لك الامر بالنسبه لي بيكون مختلف تماما، وما اقدرش اقول لا في نفس التوقيت، مش هيقدر هو يرفع مستوى زملائه، لكن لا اللاعب هو يتمنى يجي يلاقي الدنيا مختلفه تماما. طب ليه بيشوف نيجيريا في ليفل مختلف؟ ليه بيشوف المغرب؟ ليه بيشوف الجزائر؟ ان كلهم محترفين. العوامل او اللاعب اللي هو المحلي بيكون نادر واحد واثنين، وده ما بيأثرش في الفريق كله، وده اللي عامل الفروقات الفرديه ما بين منتخب مصر والمنتخبات التانية اللي فيها محترفين كتير. كويس، ما هو ده ياخدنا برضو النقطة استاذ عبد المنعم لفكرة هنا الحديث عن تطوير كرة القدم المصرية، وده اللي احنا قلناه قبل كده، وقلنا يمكن دلوقتي في خطوات بتتم، في خطوات بتتم لكن لسه ما فيش نتيجة، يعني في قرار اتاخد بعد القرار في خطوات، وبالتالي في لسه نتيجة احنا بنشوفها. وقصة التحكيم، كرة القدم المصرية بما تحمله من كل الجوانب بما فيهم التحكيم، فأنا يحزنني إن أنا أسمع كمشجع مصري هذا الكلام، ان انا اقول مثلا في دول عربيه مثلا اخرى المستوى ما بيبقاش زي فارق زي عندي هنا، مستوى اللاعب المحلي واللاعب الدولي، فدي قضيه اعتقد بقى لها سنين طويله. مش هقاطعك علشان ما طب اتفضل. في جزئيه مهمه جدا، بص في الدوريات العربيه، خلينا نقارن بالدوريات العربيه اللي هي شبيهه لينا واحنا بنتساوى، ممكن نتساوى معاها ونكون ممكن احسن منها من ناحيه المنتج نفسه والمحتوى نفسه يعني، لكن هم عندهم حاجات مهمه جدا، فيش غلطه في التحكيم، ما فيش غلطة في بداية ونهاية الموسم، ما فيش غلطة، ما فيش مجاملات، عندهم سيستم ونظام ماشي على الكل، لعب احترافي وفقط، ما فيش فارق، ما خدش من هنا عشان خاطر جمهورية هذا النادي، وما بتكلمش عن ده عشان جمهورية هذا النادي أقل من جمهورية، كل الناس عندهم متساوية، عشان كده تلاقي الدوريات هناك مستقرة وكل واحد بياخد حقه، فبالتالي المستوى بيزيد ويرتفع، بيركزوا في كرة القدم بس فقط، فده هو اللي فارق معاهم. احنا بنركز بقى في امور اخرى للاسف فيها تشتيت، كلاتنبرج موجود ولا مش موجود، كلاتنبرج قاعد ولا مش قاعد، مش عارف مين مشكلة مستمر كبيرة. طب الراجل ما هو عامل شغل هيمشي ليه؟ زي ما بندردش مع حضرتك بنشوف برضو مجموعه لقطات طبعا من مدينه العين الاماراتيه، وبرضو حاجه جميله جدا، تحفه تحفه والله تحفه تحفه. انا قعدت فيها يعني بخلاف الماتشات لما كنت رايح على حاجه بعيد عن الشغل، يعني بصراحه حاجه جميله وحاجه ممتازه جدا، الناس دي ما بتهزرش، الناس دي بتصنع حضاره ليها وبتعمل لنفسها يعني، وعشان كده هم وصلوا للقمم في كل الامور، وبالتالي يعني حتى لو الدوريات بتاعتها مش زخم الاعلام اللي هو، لكن في النهايه
تحب تتفرج في محترفين على اعلى مستوى، في مدربين على اعلى مستوى عندهم كل حاجه كويسه. انت بتحب تروح الامارات تتفرج؟ صدق بقى ان انا ما روحتش الامارات ولا مره، ده بتهيألي انا المصريه اللي يمكن مش الوحيده يعني، بس من المصريين اللي ايه ما رأ... لا انت الوحيده اللي في العالم. اه والله لا بس بسمع انها جميله جميله، وزي ما انت بتقول كده لما بيعملوا حاجه بيعملوها لاحسن شيء. صح، مفيش صبوبه، وبيجيبوا لها الخبراء اللي يعملوها كما ينبغي. ايه الحقيقه، وبيجيبوا في اي ملف هم بيصدروا. بس خلينا نتكلم بقى، هي الامكانيات بطبيعه الحال، بس هي دي انت خدتها من على الثاني، الامكانيات بتفرق. اللي معاه بيعمل اي حاجه ما بيفكرش فيه زي ايه الا يكون المنتج على اعلى مستوى. بالظبط، احنا بقى مش هنقطعك خالص، هي الفقره خلصت. نورتنا يا استاذ بقى، نقطع بعض فقره ثانيه. نورتنا يا استاذ عبد المنعم، شكرا ليك. طيب احنا هنروح فاصل عشان السوشيال، ونرجع بقى عشان نقرا تعليقات حضراتكم وتوقعات حضراتكم فيما يتعلق بلقاء الاهلي والزمالك يوم الجمعه القادم ان شاء الله. خليكم معنا.